قنيطرة جدد فريق الفتح الرباطي فوزه في مباراة الإياب التي جمعته بضيفه النادي القنيطري، وذلك بنتيجة هدفين لصفر. فريق الفتح الرباطي كان قد فاز في لقاء الذهاب بمدينة الرباط بهدفين لواحد. الجولة الأولى من المباراة عرفت مستوى تقني متوسط ولم تشهد محاولات حقيقية للتسجيل من كلا الجانبين، وكان على الجمهور الذي تابع هذه المباراة انتظار حتى الدقيقة 77 ليشاهد الهدف الأول في المباراة، وحمل توقيع أيوب سكومة بعد تسديدة قوية لم تترك أي حظ لحارس مرمى فريق النادي القنيطري علي القروني. هذا الهدف زاد من حماس لاعبي فريق الفتح الرباطي الذين كان بإمكانهم إضافة أهداف أخرى، خصوصا عن طريق أدم النفتي الذي سيتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 85، وذلك بعد انسلال جيد من الجهة اليسرى ليتمكن من مروغة الدفاع وهزم الحارس، معلنا بذلك عن تأهل فريق الفتح لدور ربع النهاية عن جدارة واستحقاق. وبملعب أدرار بمدينة